معسكر ناجح بكل المقاييس، أقل وصف لمعسكر إعداد الأهلي تحضيرا للموسم الجديد الذي يقامه في النمسا لمدة 10 أيام. شهد معسكر النمسا تدريبات مكثفة تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر الذي وضع برنامجا مميزا للاعبي الفريق من أجل الوصول للجاهزية البدنية والفنية قبل انطلاق الموسم الجديد. كما تخلل المعسكر التدريبي إقامة مباراة ودية مع إحدى الفرق السلوفينية حقق فيها الفوز ب3 أهداف لهدف. ثمار المعسكر التدريبي يعول عليها المدرب مارسيل كولر كثيرا الذي وضع برنامجا قويا للاعبي الفريق من أجل الوصول للجاهزية البدنية والفنية، خاصة بأن هناك موسما سيكون مليئا بالمشاركات بالبطولات سيفتتحه المارد الأحمر بطل دوري أبطال إفريقيا بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بطل الكونفدرالية الإفريقية في بطولة كأس السوبر يوم 15 من الشهر الحالي. اختيار مكان المعسكر في فيينا كان أكثر من رائع وله فوائد وأهمية كبيرة من خلال الأجواء الرائعة التي تساعد كثيرا على رفع مستوى اللياقة للاعبين من خلال توفر المعدات والأجهزة الرياضية وطبيعة وأجواء خلابة التي تتيح للكادر الفني إجراء العديد من التدريبات وكذلك فترات تدريب صباحية ومسائية بعيدا عن الروتين اليومي في التدريبات. كما يساعد المعسكر على ضبط العديد من الأمور كمواعيد النوم والتغذية وأداء التدريبات بشكل جدي والالتزام بالمواعيد من قبل اللاعبين وزيادة المحبة والألفة بين اللاعبين بسبب تواجدهم الدائم طيلة فترة المعسكر والارتياح الكبير بين اللاعبين ما يجعلهم أكثر تقبلا للقرارات والالتزام بالتعليمات الإدارية والفنية. زي ما حضراتكم شوفكم معسكر مهم جدا، وبقالنا فترة بقالنا حوالي 3 سنين ما عملناش معسكر قبل فترة الإعداد لأن ما كانش فيه فرصة لده، يعني كان المواسم متلاحمة من بعد الكورونا وكان كمان ما كانش فيه فترة راحة. يمكن الراحة السلبية اللي خدوها اللعيبة قبل الراحة دي هي لما الدوري اللي قبل اللي فات كابتن محمود الخطيب هو اللي قرر يريح اللعيبة ويكمل الدوري بالصف الثاني أو بالناشئين، لكن ده كان مهم جدا إعداد الفريق في جو زي الجو اللي كان في النمسا ده بمعسكر بالتقنيات العالية دي، هي كان حاجة مهمة جدا.